متابعينا الكرام، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج شو القضية، وبيسعدني بهالحلقة اني رحب بفضيلة الشيخ ياسر عودي. فضيلة الشيخ اهلا وسهلا فيك. حياك الله. اهلا وسهلا. اهلا فيك فضيلة الشيخ. يعني رح بلش بقول للإمام علي كرم الله وجهه، يقول انه العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء ثلاثة. اليوم برأيك إذا بدي أسقط هذا الحديث على الأحزاب اللبنانية، يعني من هي هذه الأحزاب إذا بدك يلي العاملة بالظلم من جهة والمعينة عليه من جهة أخرى والراضية به من جهة ثالثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء، أحزاب اللبنانية كلها عاملة بالظلم، بينطبق عليها العنوان الأول. هلأ بنسب متفاوتة ممكن، بس الكل عامل بالظلم، الكل شريك بسقوط لبنان، الكل شريك بما وصلنا إليه. حتى الأحزاب اللي هي خارج السلطة اللي تعتبر معارضة، لو أنها اتحدت أو عملت ثنائيات على غرار الثنائي الشيعي، مثلا ثنائي المسيحي، كانت بتقدر تعمل معادلة. ما لو أنه مثلا أيام 14 أذار إذا بتذكر، كانوا لولا يعني اختلافهم وحبهم للسلطة وتفرقهم هو اللي أضعفهم وأخلى الساحة لغيرهم. صحيح. لو أنهم بعدهم متماسكين كانوا قدروا يعملوا شيء، كانوا قدروا يفرضوا معادلات معينة بالبلد. نعم. فالكل شارك إما سلبا أو إيجابا، وأعتقد بأنه الكل مشارك إيجابا مش سلبا بالأحزاب اللبنانية، يعني نسب متفاوتة. المعين على الظلم هني جماعاتهم، هن من يقدسهم ومن ينتخبهم ومن يوصلهم إلى السلطة ومن يهتف باسمهم، هو المعين على الظلم. الراضي به الناس التي لا حول لها ولا قوة، واللي ما عم تنكر هذا الشيء لا بيدها ولا يعني فعلها ولا بلسانها، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان. طيب، هذا الإنسان الراضي به كأنه صار متأقلم معه، والأكثر من هذا أنه يعني بعيش حالة من التملق لهؤلاء ولجماعة هؤلاء لأجل المحافظة على مصالحه طبعا. طب بتعتقد يعني اليوم الناس يلي حضرتك بتدافع عن المظلومين وبتقول أنه أنا عم دافع عن كل شخص مظلوم؟ صحيح. بهذا البلد. صحيح. طب اليوم ما بتعتقد أنه هؤلاء الناس اليوم يمكن ما بقى عندهم القدرة حتى أنه يرفعوا الصوت بوجه الزعيم، خصوصا وأنه كان في تجربة ب 17 تشرين وشفنا نحن وين صارت؟ صحيح، ممكن يكونوا مش قادرين يرفعوا الصوت، خصوصا أنه هذه منظومة متكاملة بدولة عميقة حمت نفسها بكل المفاصل الدولة، يعني حامية نفسها بالقضاء، بالضباط، بالعمدة، لتوصل لرجال الدين، بالمدراء، بالموظفين، بكل شيء، لتوصل لرجال الدين اللي يعني اللي مغطيين بعبئتهم الدينية هاي المنظومة السياسية. نعم. فمن الطبيعي أنه أنا وأنت أو أي إنسان يريد التغيير لا يستطيع أن يغير، هذا شيء طبيعي جدا، لكن الكلام أن ننكر هذا الشيء، الكلام إذا صار عندنا فرصة للتغيير لماذا لا نغير؟ يعني مرق مفصل الانتخابات النيابية، نحن بنعرف مع التزوير ومع التحريض ومع المكنات الانتخابية ومع الأموال ومع كل هذا الشيء كان يستطيع الشعب أن يعطي كلمته، لكنه لم يعطي كلمته بشكل عام طبعا، لا أقول الجميع. فالقسم الذي أعطى الكلمة والقسم الذي لا زال ينكر والقسم الذي يصرخ من ألمه، هذا أنا معه، معه إنسانيا ومعه دينيا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم ولا يحب الظلم وينهى عن الركون إلى الظالم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار، وأمرنا بأن نعيش مع هذا الإنسان والذي كرمه الله بغض النظر عن دينه، لونه، عرقه إلى آخره. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان بما هو إنسان مكرم عند الله سبحانه وتعالى، إلا أن يسقط هو كرامة نفسه. هذا الإنسان لابد أن الذي هو موضع عناية إلهية، لابد أن يعني نحترمه ونقدره، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: الناس صفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فإذا ما كان خيك بالدين على الأقل هو نظيرك في الخلق، وعليك أن تحترم إنسانيته وتعيش مع هذه الإنسانية. كيف تحترمها وتعيش مع هذه الإنسانية؟ تحترم حريته في معتقده
واحد، واثنين تقف مع قضاياه وقضاياه أمر بها الله. أساس هدف بعثة الأنبياء هو إقامة العدل، والعدل لابد أن يكون العدل دينه، يعني لا دين له بعبارة أخرى. العدل هو شيء إنساني، شيء فطري، شيء إلهي، شيء الله سبحانه وتعالى أمر به، لأجله أرسل الأنبياء، لأجله قتل الشهداء، لأجله طبعا عم نحكي الذين يعني ساروا في هذا الطريق. ولذلك أنا أقف مع الإنسان، أي إنسان مظلوم يصرخ من وجعه أنا معه. طب فضيلة الشيخ، يعني كيف في، لا طبعا لا أستطيع بيدي ولا أستطيع، ما أستطيعه هو بلساني وقلبي وبمواقفك. طب فضيلة الشيخ، يعني ب 17 تشرين صار في تحركات كبيرة نتيجة الظلم يمكن يلي لحق اللبنانيين على فترات وفترات، ويعني أنتجت أو أثمرت هذه التحركات من بعد طبعا سلسلة من يعني من الاضطهادات ومن القتل ومن الترغيب والترهيب، أنتجت نواب بالبرلمان اللبناني وهن سميوا بنواب كتلة التغيير. أول شيء كيف عم بتشوف أدائهم لهؤلاء النواب، وهل كانوا على قد أو على قدر يعني الطموحات يلي كان الشعب اللبناني والثوار يلي نزلوا يعني بيأملوها؟ يعني في بعضهم جيد في مواقفه، بعضهم حصل نوع لون من الاختراق من قبل منظومة الموجودة لهؤلاء، والبعض الآخر ربما رفع الأسقف كثيراً في المطالبات التي أدت إلى اهتزاز الصورة بعبارة أخرى. يعني لابد أن يطلبوا الشيء الميسور، هذا فضلاً طبعاً عن أنه هؤلاء ليسوا قوة موجودة حتى يستطيعوا أن يفرضوا أو يغيروا. ولذلك كانت نصيحتي لهم منذ أن يعني نجحوا في الانتخابات، كانت نصيحتي لهم أن يشاركوا في الحياة السياسية بمستوى قضايا الناس وتأييد قضايا الناس واقتراح قوانين تحمي الناس، تحمي ودائع الناس، تحمي حياة الناس. أكثر من هذا شو قادرين يعملوا؟ يعني بعبارة أخرى كما قلت لك، هؤلاء لابد كما قلت لهم أن يكونوا البذرة الأولى في التغيير. اليوم استطاعوا أنه ينجحوا، بركي بالانتخابات القادمة، لأنه هاي المنظومة المتجذرة ما بتخلص بسرعة ولا بتروح بسرعة، فبدها وقت. إذا أحسنوا الأداء يستطيعوا مثلا أنه يصيروا أكثر في الدورة الثانية، وبالتالي في الدورة الثالثة، ما يعني صحيح طويل الحكاية، بس على الأقل نحدث تغييرا في البلد لأجل الأجيال القادمة. طب اليوم عم ينحكى على جهة إذا بدك اليوم معارضة عم تخلق شبيهة ب 14 أدار، يمكن بعض التغييريين منضويين تحتها، وشفنا وقت صار الخلاف مع النائب وضاح الصادق بأسر العدل كيف طلع بيان، وهؤلاء النواب عم يعني عم يجتمعوا ربما تحت اسم مشروع معين هو شبيه ب 14 أدار وإلى ما هنالك. هل بتعتقد مثل هذه المشاريع قادرة أنه تنجح، وخصوصا أنه عم بتشارك بأحزاب حضرتك عم تنتقدها؟ لا يستطيع أي مشروع أن ينجح في لبنان إلا إذا عمل لبنانيا وكانوا لبنانيين. طالما أن هذه المشاريع مرهونة للخارج لا تستطيع أن تنهض بالبلد، سيبقى هذا الخلاف قائما. لا حل للبنان إلا بأن يعمل المسؤولين، وطبعا مش هذول، هذول لا أمل فيهم. يعني لا، طيب مش معقول أنك تطلب من الحرامي يبطل حرامي، ولا معقول أنك تطلب من الفاسد يبطل فاسد، ما هو أصلا دينه الفساد. طبعا دينه الفساد بغض النظر إلى أي مذهب أو طائفة ينتمي، هؤلاء دينهم الفساد ودينهم السرقة ودينهم المحاصصات ودينهم، هؤلاء مش شايفين حدا غير هذا الشيء. فلذلك أي مشروع لابد أن يصب في مصلحة لبنان، ولابد أن نفكر فيه لبنانيا مش خارجيا، مش مثل ما بده الخارج أو مشغلنا في الخارج. لا، إذا وصلوا إلى هذا الحد الأكثرية، إذا استطاعوا أن يعني يجتمعوا في مشروع وكانوا أكثرية وفكروا لبنانيا لصالح لبنان، يستطيعوا أن يضغطوا بالبلد. لكن أنا بصراحة لا أرى أملا في كل هؤلاء، هاي الصراحة.
إلا إذا غيروا النظام، إذا استطاعوا أن يغيروا هذا النظام الطائفي البغيض المقيت ممكن أن نصل إلى شيء. كيف برأيك لازم يتغير هذا النظام؟ أنا أول رجل دين دعا إلى دولة مدنية، وقلت صحيح. أنه لا حل في لبنان إلا بدولة مدنية عادلة تضمن للشخص للفرد حرية معتقده الديني، والجميع يتساوى أمام القانون مع قضاء مستقل ونزيه. غير هيك ما في حل بلبنان. طب فضيلة الشيخ، يعني كف يد رجال الدين عن السلطة، كف يد هؤلاء السياسيين رجال الطوائف عن السلطة، والعمل على أساس كل الناس سواسية. طب فضيلة الشيخ، حضرتك أيضا كنت من يعني أوائل ولا زلت يعني من رجال الدين الوحيدين يلي عم بيعلوا الصوت، واللي عم بيعلوا الصوت تجاه كل الأحزاب بدون استثناء. ولكن نحن عم نلاحظ يعني أثناء إعداد هذه الحلقة أنه الهجوم عليك مركز من طرف واحد فقط، يلي هو الثنائي الشيعي وتحديدا جمهور الحزب. لماذا هذا يعني هذه الفورة على كل كلمة بتقولها، على كل موقف بتحكيه، على كل يعني قرار إذا بدك أو رأي يمكن بتعبر عنه؟ والله يعني بدك تسألهم أكثر ما تسألني، بس أنا الجواب عندي أنه من الطبيعي أنه لا أحد يحب الانتقاد، لا أحد يحب أن تبين له بعض العيوب. المشكلة عندما أتكلم، أنا أتكلم بشكل عام عن الجميع، واللي وهني طبعا جزء من هذا الجميع، ولا أسمع الانتقاد إلا منهم. هذا بدل على أنه لا يعيشون يعني رحابة تقبل الفكر الآخر، لا يعيشون الخوف من الله سبحانه وتعالى كما يدعون. طبعا عم بحكي عن القسم مش الكل، وإلا ما فيني عمم الحكم على جميع هؤلاء، لأنه هؤلاء هم أهلي وناسي وأقربائي وأعيش معهم ويعيشون معي وإلى آخره. بس في قسم من هؤلاء مع الأسف الشديد ببغائيين، بمجرد ما يطلع واحد يزد إشاعة دغري تنتشر كالنار في الهشيم. وطبعا في يعني في مفاصل بيحاولوا أنهم يشوهوا الصورة، وبيحاولوا أنهم يغطوا على حدث مبين واضح. يعني أنا وقت حكيت عن كاريش أنه لبنان الإسرائيلي المهزومة تصدر نفط كاريش، حكيت عن كل الذين باعوا كاريش، وحكيت عن كل الذين سكتوا عن كاريش، وحكيت عن الذين استفادوا من هذا الاتفاق، والذين استفادوا من هذا الاتفاق هم خارج لبنان وليسوا داخل لبنان. فحكيت عن هذول، حكيت عن إسرائيل المهزومة تصدر أول باخرة نفط، وبالمقابل حكيت عن الاعتراف، يعني في اعتراف واضح بدولة إسرائيل مش بدولة فلسطين، في فرق كبير. 27 مرة هذا الاتفاق مذكور فيه دولة إسرائيل. دولة إسرائيل بين دولة لبنان ودولة إسرائيل، ماضي عليه لبنان، يعني هذا اعتراف واضح. بيقولوا لك نحن ما اعترفنا، يعني أكذب من هيك عالم وأعهر من هيك عالم في السياسة ما في. هذا اعتراف واضح، ومن الأسبوع الماضي تسجل بالأمم المتحدة. صحيح. خلص يعني انتهت، صار رسمي، صار رسمي، وبعد ما بيقدر لبنان يحكي ولا كلمة، ولا بيقدر يعترض، ولا بيقدر أبدا على الإطلاق. بالوقت اللي كان المركز البريطاني لتخطيط البحار، وهذا أنا سمعته من ضباط الجيش اللبناني، يعني مش أنا مش خبير بهذا العالم ولا عندي خلفية أني أقدر أطلع بشكل واسع على هذا العالم، بس أنه المركز البريطاني لترسيم البحار عم بيقول لك 29 إلك. ضباط الجيش اللبناني اللي أقصوهم قالوا أنه خرائط الجيش اللبناني 29 إلك. حتى ب 17 أيار، يعني اتفاق 17 أيار اللي أسقط ايضا كانت اسرائيل معترفه ب 29. طيب فجاه نحن بنتنازل ب 2011 بحكومه ميقاتي، الكل بالاجماع كل الاحزاب اللبنانيه الممثله طبعا بالحكومه اجمعت على 23. بحكومه حسان دياب تعدل القرار، انحط بجارور رئيس الجمهوريه، ما تعدل ابدا، ما مضى عليه، ما بعت على الامم المتحده حتى تصير هاي منطقه متنازع عليها، وبالتالي اذا صارت منطقه متنازع عليها لا يستطيع احد اي شركه انها تجي تنقب فيها. طيب انا حكيت هذا العالم، هذا العالم
وطبيعي أنا خطابي شعبي واضح، يعني مش شعبوي، في فرق بين شعبي وبين شعبوي، خطابي واضح يتلقفه الناس، يفهمه الصغير والكبير. هذا بيخرب عليهم الشغل، هذا بيخليهم يبينوا أنه هني مشاركين باللعبة، فلذلك عملوا اللي عملوا. يعني بدني غطوا حتى لي هني بهمهم أكتر شيء شو بدي لك، المشروع الشباب الشيعي ما يتأثر بهذا الحكي، فبينقلوا من ضفة لضفة بيعملوا هاي الحملات هيك بظن، ولا أني بيعرفوا أنه أنا لست يعني في وارد أني أقعد مطرح حدا، يعني لا عندي هدف أو مشروع زعامتي ولا سياسي ولا حزبي ولا غير ذلك من الأمور. أنا كل ما في الأمر وأقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كل الأمر عندي هو أنني قرأت الحسين عليه السلام وأريد أن أطبق ما أقرأه على الناس، يعني من مفردات ثورة الحسين عليه السلام، ما أقرأه على الناس من كلمات علي عليه السلام اللي حضرتك حكيت أحدها، والوصية اللي أوصى بها ولديه الحسن والحسين: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. طب أنا بسأل رجال الدين على الأقل، إذا ما بدي أسأل الناس، الناس أصحاب مصالح ومسيح الجوخ إلى آخره بشكل عام، إلا من عصم ربك. بسأل رجال الدين: وين الشغل بدينكم؟ وين الشغل بإنسانيتكم؟ وين الشغل بما جاء به عيسى من نصرة الفقير، وما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم من رفعة الإنسان؟ وين هاي كل هاي المفردات بأدبيتنا؟ إذا نحن رجال الدين ما بدنا نحملها، مين بيحملها؟ طيب فضيلة الشيخ، تحدثت على موضوع كريش والترسيم، ليش برأيك يعني الحزب رضي بهذه الهزيمة؟ صار صفقة خارجية. طيب شو قبض ثمنها؟ اسأل اللي المحللين، أنا سمعت من خارج، يعني أنا ما بعرف شو بدور بأروقة المفاوضات، بس سمعت أنه نقبض ثمنها، تبادل أسرى، إفراج عن مليارات معينة في بنوك معينة إلى آخره. طب فضيلة الشيخ، يعني أحد المسؤولين السياسيين بلبنان يعني بمقابلته الأخيرة على إحدى وسائل الإعلام قال أنه موضوع الترسيم صار قبل شهر ونصف من موعد الإعلان عنه، ولكن طلب من لبنان أنه ما يعلن عنه هلأ لأنه في جو إسرائيلي معين، كانت في معركة سياسية معينة. نعم. بتصدق هذا الحكي؟ صار الترسيم مش بط وقت اللي نحط القرار تبع حسن دياب بالجرور، وأنا حاكي بهذا الموضوع من وقتها، صار الترسيم والاتفاق، بس كانوا عم يعملوا له إخراج فقط. هل يعتبر يعني هذا الإخراج هو هزيمة لحزب الله والمقاومة؟ هو هزيمة للبنان كله مش لحزب الله بخصوصه. هذا الترسيم، ولكن هزيمة. حزب الله هو اللي كان رافع الشعار المقاومة، شعار حماية لبنان، حزب الله على أساس أنه عم يحمي الحدود اللبنانية، ووقف خلف الدولة، قال أنا خلف القرارات الموجودة حسب التصاريح اللي قال اللي قامت اللي حسب التصاريح اللي قالها الأمين العام وغيره، فهني وقفوا خلف الدولة. طيب بغض النظر مين وكيف، لبنان هو الخاسر الأكبر، مش بس لبنان، يعني حتى مستقبل أولادنا وأجيالنا هم الخاسرون. هل هو بداية لتطبيع؟ هو تطبيع مغلف، وأنا قلت هذا مش مخبى، أن الجماعة مطبعين تحت الطاولة وخالصين، بس في ظروف احيانا بدها وقت لحتى تنضج. طب فضيله الشيخ، يعني اليوم عم نلاحظ في متغيرات بالمنطقه. قبل ما نحكي شوي على موضوع المصالحه اللي تمت اخيرا بين المملكه العربيه السعوديه وايران ورايك فيها، اليوم بتعتقد لبنان رايح لهذا المسار، مسار التطبيع، خصوصا بعد ما شهدنا العديد من الدول يعني العربيه عم تدخل بهذا؟ إذا بتذكر أول ما بلش تحريك صفقة القرن ترامب، صحيح، يومها أنا أيضا حكيت كلام وقلت كلهم رايحين على التطبيع بما فيهم لبنان، بما فيهم لبنان، سواء كان أول واحد أو آخر واحد رح يطبع لبنان. رح يجي يوم إذا ما كنتش عايش، حضرتك إن شاء الله بتضلك عايش، رح يشوفوا بأم عينهم التطبيع. هذا الصفقة ماشي
بس عمل لك الوقت هو بتتعرق لهون وبتتعرق لهون لحتى لأنه هاي دول طالما أنه ما في محرمات بالسياسة. انتبه لي لكلمة محرمات بالسياسة، في مصالح دول، مصالح الدول ما بتسأل عنك أنت كطرف أو كزماعة لإلها أو كأجندة بتحركها هون أو ورقة ضغط بتحركها هون. هاي مصالح دول، مصالح الدول كانت في إقامة الحرب في اليمن، اليوم اقتضت مصالح الدول إنه يصير في اتفاق. بالوقت اللي أنا أول ما بلشت الحرب باليمن وأول ما بلشت الحرب بسوريا كان خطابي واحد وأن واضح جدا ودعوت طبعا مين أنا اللي يسمع كلامي، بس أنه كرجل يفهم شيئا من الدين ويريد أن يبدي النصيحة، وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وأن الدول الإسلامية اللي قامت بعملية الإصلاح ما في، يعني هاي الدول مسمي حالة إسلامية أو تأخذ الدين دستورا لها بالوقت اللي ما عم تشتغل ولا عم تطبق الدين أبدا. أول شيء ما حدا قام بالإصلاح لا في سوريا ولا في اليمن. بعدين قلنا يا جماعة وفروا على الناس الدماء وقعدوا مع بعضكم وتفاهموا. أنا من دعاة الحوار الفكري حتى مع الوهابية، تصور الوهابية اللي بيكفروا كل المسلمين مش بس الشيعة يعني، فأنا من دعاة الحوار معهم، من دعاة الحوار مع كل الناس. وهذا ما يعني الله سبحانه وتعالى حاور إبليس، تصور رب العزة قال له لما لم تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته. تصور الله عم بيحارب مين، عم بيحاور مين، عم بيحاور إبليس. طيب أنا ليش ما بدي حاور هذا الإنسان أو ذاك الإنسان؟ فأنا اللي بدي أقوله أنه هذا الصلح أو هذا الاتفاق صحيح أنه كان برعاية صينية لأجل مصالح الصين الاقتصادية في المنطقة ولأجل هذا موضوع آخر، بس نحن نرحب بأي اتفاق مع أي دولة ومع كل الدول لأجل الاستقرار ولأجل وقف نزيف الدم الموجود في هذه المنطقة أو تلك. طب برأيك يعني هذا الاتفاق أو هذه المصالحة اليوم حيكون لها انعكاس إيجابي على لبنان تحديدا؟ مبدئيا استقرار، بس بعيش في تراشق كلامي يعني ضد السعودية أو اللي مع السعودية ضد الطرف الآخر، على القليل بيصير في نوع من الاستقرار والهدوء. هلا نأمل، لأنه إحنا معودين بلبنان مع الأسف ما في يعني كل الموجودين في السلطة هم حتى في المعارضة هم رجال الخارج وليسوا رجال الدولة، هم أصلا كلهم حاملين أجندات خارجية. لذلك نأمل إذا كان للسعودية تأثير ولها في لبنان أنه شوي يضبط الوضع، نأمل. لكن مصالح السعودية قبل مصالح لبنان، مصالح إيران قبل مصالح لبنان، مصالح أي دولة تتفق مع أي دولة قبل مصالحنا نحن، نحن آخر شيء بنجي. طب فضيلة الشيخ يعني هل تؤيد اليوم فكرة البعض يلي بيقولها أنه اليوم لبنان محتل من قبل إيران والأداة يلي عم بنفذ هذا الاحتلال هو حزب الله؟ شوف لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لو كانت إيران محتلة لبنان بشكل كامل كنا شفنا على القليل قدرة ما على تنفيذ يعني ما تريد يعني. طب اليوم هي تستطيع يعني يستطيع حزب الله أن يعني يلعب دورا في عدم الرضا إذا بدك بالأشياء التي لا تكون لصالحه، لكن هل يستطيع أن يفرض؟ ما أعتقد ذلك. ألا تعتقد ربما يستطيع أن يفرض على مستويات صغيرة، بس بالسياسات العامة يستطيع أن يفرض ما يريد بعرقل إيه، بس بيفرض. اليوم حزب الله مثلا بده رئيس معين، قدر فرضه بطريقة ما اللي هو عون سابقا، هلأ بيستطيع يفرض ولا بده توافق؟ يعني حتى عون وقت اللي جابه حزب الله إذا بدك صار في نوع من التوافق الدولي عليه، خصوصا أمريكا وفرنسا وكذا. بس اليوم مثلا حزب الله لا يريد القاضي بطار، بيستطيع استطاع أنه يوقفه؟
بس شل له عمله شل عامل لك ممكن يعرقل بس انه بس بيقدر مش هذا تمهيد عم اقول وقت اللي بيكون في احتلال فعلي بيقدر انه يفرض اللي بده اياه هلا هو دوره انه يعرقل ما غيره بيقدر يعرقل كمان قديش عرقل التيار الذي يملك التيار الوطني الحر قديش عرقل وقت اللي فرض بده الثلث المعطل وخلينا بحكومه تصريف اعمال وقت اللي راح الطرف الثاني المسيحي القوي اللي عنده تمثيل وازن بدل ما يطلب حصته حتى لهذا الثاني ما يعني ما يطلب الثلث المعطل كنا مشينا بحكومه وقت اللي بيطالب الفريق الاخر بس في فريق راح انه والله انا ما بدي اخذ الانهيار بصدري وفريق يا بتعطوني الثلث المعطل يا الله لا يردوا البلد والفريق الثالث اخذ اللي هو الثنائي الشيعي اذا بدك اخذ الانهيار بصدره طب فضيلة الشيخ بتعتقد اليوم يعني سلاح حزب الله اصبح يشكل عبء كثير كبير على لبنان واللبنانيين والطائفة الشيعية تحديدا سلاح حزب الله يعني انا هذا النقطة بالخصوص انه الحكي فيها غير مجدي يعني معلش اللي بلبنان كلهم صغار صغار لدرجة انه حطن على الحكي لا اكثر ولا اقل سلاح حزب الله مش بيد حزب الله حله مش بيد حزب الله حله بيد الدول الاقليميه والدوليه ما بينحل هون معنى شيء يعني خلينا نكون واقعيين هذه القوه الموجوده هلا بغض النظر طبعا انا شخصيا طالما انه الخطر الاسرائيلي باق ليش الواحد بده يفرط بقوه موجوده عنده بيبقى ضد استعماله بالداخل ضد كذا هذا موضوع اخر بس الكلام انه وقت اللي نحن بنيجي بنرفع الشعار الى انه ضد السلاح شو عملنا هذا كان ماخذي على 17 تشرين انتوا وقت اللي رفعتوا الشعار ضد السلاح شو عملتوا استعديتوا الناس خصوصا الشيعة ليش لانه واسف اني بحكيش طائفيا اخر هم الطوائف بس الشيعي اذا بدك هو عايش كان بمناطق التماس وبيعرف الخطر الصهيوني وقت اللي رفع السلاح صار من السهل اني اقول هذولي عملاء امريكا وقت اللي برفع شعار العماله معناته اسقطت شو اسقطت الزخم اللي موجود بمطالب 17 تشرين انت ب 17 تشرين قلتها مرارا ولا زالت بعض الشعارات اليوم تطلق انت بدك تبني دوله بعد ما تبني دوله ساعتها بتحكي بقصة استراتيجية دفاعية حل قضية السلاح إلى آخره أما دغري مباشرة سلاح حزب الله سلاح حزب توجيه الخطاب هل طبعا مش عم دافع عم بحكي واقع عم وصف واقع هذا الواقع يجب أن يكون مفهوما التصويب دائما على سلاح حزب الله يسقط كل مشروع من شأنه أن ينهض بالدولة بمشروع الدولة طب برأيك اليوم يعني حتى الانتخابات النيابية الأخيرة كل الأحزاب يلي بالضفة الثانية لحزب الله كلها خاضت حملاتها الانتخابية تحت شعار إسقاط السلاح يلي بيعتبروا أنه هذا السلاح هو يلي عامل أزمة بالبلد وبالتالي هو يلي عم يعني ما عم بيخلي حتى علاقات لبنان العربية تكون سوية كانوا موجودين بالدولة شو عملوا؟ المارونية السياسية شو عملت؟ الحريرية السياسية شو عملت؟ الحريرية السياسية يمكن أكتر شيء عملت هلا بيعتبروني كل ما أحكي كلمة يعني معلش المارونية السياسية قديش حكمت لبنان شو عملت؟ شو بيتقلي مثلا بعهد فلان الرئيس كان في ازدهار هو اللي عمل الازدهار بس باقي المارونية السياسية شو عملت؟ وقت اللي جينا للسنية السياسية اللي ما طولت الحريرية السياسية حريرية السياسية هني بيسموها هيك أنا بعد هي وطنية ليس بين هلالين لا في مارونية ولا في سياسية هني عم يستخدموا الدين بالسياسة وقال هي القصة قصت هني جماعة منتسبين إلى هذا الدين أو إلى هذه الطائفة حريرية السياسية عملت يعني رفيق الحريري عمل عمر أسترادات وأنفاق وعمر البلد عمل بغض النظر بيتهموه انه هو سبب بلاء الدين طب انتوا شو عملتوا انتوا سرقتوا بدون ما تعملوا اذا هو سرق مثل ما عم تقولوا هو عمل عملكم قصر جمهوري وعملكم مدينه رياضيه وعملكم المطار وعملكم ما شاء الله بنى بلد فهذه رجال الدوله اللي بدها تبني بلد بغض النظر على يعني ملاحظاتنا على هذا الشخص او ذلك الشخص طيب ايش الشيء السياسي الشيعي ايش السياسي الشيعي بعد ما فرط البلد
مش بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق، شاركت الشيعية السياسية إذا صح التعبير، شاركت بانهيار البلد، وقسم منها كان أيضا يعني مثل غيره داخل بعالم المحاصصات والتلزيمات وإلى آخره والسرقات، وقسم منه طبعا كله بنسب متفاوتة، وقسم منه أيضا حما في بشكل واضح، يعني طلعوا حموا هاي الطبقة السياسية المجرمة حموها. طب برأيك يعني اليوم هذا الاتفاق يلي تحدثنا عنه يلي هو الإيراني والسعودي، ما بتعتقد اليوم رح يطال إذا بدك قرار السلاح وقرار وجود السلاح في لبنان، وخصوصا أنه يعني يقال أنه الصفقة أو الحوار يلي عم ينحكى أنه هو عدم تدخل إيران، عدم استعمال النفوذ العسكري وإلى ما هنالك داخل الدول مثل سوريا، لبنان، العراق، اليمن وإلى ما هنالك. حتى أكثر قرأت انه حتى ايقاف الدعم لهالدرز، يعني قريت انه توقف ايران الدعم لكل اذرعتها في المنطقه، مو بس انها ما تتدخل في المنطقه. اللي بدي لك اياه انه في مصالح اقتصاديه كبرى مع الصين، سواء كان لايران او كان للسعوديه، وهذا اللي فرض الاتفاق. وشو ما كانت الأسباب أنا مع الاتفاق، الذي يؤمن للناس راحتهم واستقرارهم. هلأ شو في بالخبايا؟ هذا الاتفاق يشمل السلاح لا يشمل السلاح؟ لا أدري. طب فضيلة الشيخ، يعني اليوم يؤخذ على حزب الله أنه هو عامل دويلي داخل الدولة ومسيطر على مفاصل الدولة، والدليل يلي دايما بيحكوه أنه عنده جيش منظم، عنده قطاع مصرفي خاص، عنده قطاع استشفائي، عنده قطاع اجتماعي وإلى ما هنالك. بالمقابل اليوم في فريق آخر عم بيقول إنه نحن اليوم يعني العيشة مع حزب الله ما بقى قادرين نكفي فيها، فبالتالي بدنا نروح لمشروع تقسيم، بغض النظر عن شو تسميته، فيدرالية ولا إلى ما هنالك ولا لا مركزية، ولكن في مشروع إيراني بلبنان نحن ما بقدرين نتعايش معه، فنحن بدنا نروح لهذا التقسيم. شو رأيك بهذا الحكي؟ أول شيء وين في دولة بلبنان؟ أول شيء دولة بلبنان ما في، حتى مزرعة بلبنان ما فيك تقول في مزرعة، لأنه أصحاب المزرعة بيحافظوا على بقائها ووجودها. بلبنان ما في دولة، بلبنان في أحزاب، هذه الأحزاب تتقاسم خيرات الدولة لأجل مصالحها. ما سألني عن بناء دولة ولا سألني عن الناس على الإطلاق، هاي أولا. ثانيا، كل الأحزاب بلبنان معها سلاح، مش قد سلاح حزب الله واضح، بس أنه إذا بدها تتسلح مين بيمنعها؟ إذا بدها تعمل هيك يعني مؤسسات مين بيمنعها؟ بعد برجع بقول لك مش عم برر، بس عم قلك ما في دولة لحتى تقول عامل دولة ضمن الدولة. فيش دولة فيش دولة أصلا، يعني إذا بعض الضباط كل واحد فتح على حسابه، إذا مدراء داخل وزارة وحدة كل واحد فتح على حسابه، وين الدولة؟ إذا وزير بيقدرش يحاسب هذا بيقدر يحاسب هذا، وين هي الدولة؟ إذا مدير بيفرض على الوزير شو بده، ما في دولة بلبنان. إذا هذا القاضي أخذ قرار بملف ما، بيجي قاضي تاني بيوقف ضده، وين دولة؟ فيش دولة أصلاً بلبنان. يعني هؤلاء اللي بيجي بيطرحوا أنه والله دولة لبنان، أول شيء يعملوا بنو دولة بلبنان، بعدين تعوا أحكوا أنه في دويلة داخل الدولة. طب المشروع اللي عم يعمله حزب الله كيف بتفسره؟ شو هو هذا المشروع؟ عم بيساعد جماعته فالآن، مثل ما وليد بيك عم بيساعد جماعته، ومثل ما فلان عم بيساعد جماعته، كل واحد على حسب ما يستطيع عم بيساعد جماعته، مش عم بيساعد كل الشيعة، عم بيساعد جماعته. عم بيساعد اللي شاركوا بالانتخابات معه، عم بيساعد الناس اللي معه. بعد قدر يساعدهم بهذا الزوء؟ هو قدر، شو بعرفني بس حضرتك عايش بهذا المجتمع، بعرفش مصادر أمواله من وين، يعني هني بيقولوا من إيران،
ما بعرف صراحة عن مصادر الأموال من إيران غير إيران، شو تجاراتهم شو شغلهم ما بعرف. طب برأيك يعني هذه الأمور يلي عم يعملها حزب الله ما عم تشجع الفريق الآخر، وعذرا على السؤال الفريق المسيحي الآخر اليوم عم بيقول إنه نحن ما بقى فينا قادرين نعيش، فبالتالي عم ندعي لطريقة عيش مختلفة. ما وقت اللي كانوا المسيحية عايشين وفارضين حكمه على البلد كله وكانوا يقولوا إنه الشيعة عتالين على البور وما بعرف شو، ما كان نفس الكلام يعني، شو اللي تغير؟ انت تقسيم لبنان مقتله، هذا بلد صغير ومتداخل بين بعضه، بس يفكوا حاج يستغلوا الطوائف والدين هو السياسيين، وشوف الناس كيف عايشة مع بعضها. يا أخي أنا بيت أهلي وبيت وجيراننا بيت الياس اسكندر بلزق بعضهم، عايشين مع بعضنا سنين وسنين وبعدنا لهلأ، ومنروح منعزيهم وبيعزونا ونسلم عليهم ونشرب عندهم قهوة وبناكل وبنشرب، يعني نحن وياهم ما في فيش في وحدة حال. نفس الكلام بمناطق أخرى. هلأ أنا قديش عندي علاقات مع مسيحية ومع دروز ومع سنة ومع ما فيها الفوارق، إن والله أنا سني وأنت شيعي، أنا مسيحي وأنت مسلم، أنا ما فيها الفوارق. نحن اللبنانيين بطبيعتنا عشروية، نتآلف نتعايش، مش بحاجة ليجي يطلع هذا المسؤول الروحي أو ذاك المسؤول السياسي ليقلنا التعايش الإسلام المسيحي ولا وحدة المسلمين، مش بحاجة لكل هو هذول عم بيحكوا هذي لحتى يفرقونا، وهن مفرقينا. أول شيء بطلوا يستعملوا هاي الدين، عرفت كيف؟ نحن عايشين مع بعضنا، بيبقى أنه في مشكلة جباية، هاي مشكلة الجباية هي اللي عم تخلي الطرح الفيدرالي إذا بدك أو شو اسمه الطرح الفيدرالي أو حكم المناطق. معناته أنا مش ضده صراحة، أمير المؤمنين كرس، يعني بنظري علي بن أبي طالب وقت اللي إجا على الحكم كان في حكم فيدرالي بعبارة أخرى، ولايات، حاكم هالولاية وحاكم هالولاية وحاكم. مش ضد أي مشروع ممكن أن يحقق الاستقرار، بس هذا لن يحقق، هذا بده يزيد المتاريس بين الطوائف بلبنان، لأنه سيبقى حاكم الشرقية غير حاكم الغربية غير حاكم الجبل غير حاكم ما بعرف مين، بده يصير في بده تكتر المتاريس والشو اسمه بيناتنا. فهذا التقسيم مش لصالح لبنان انا بنظري، لذلك لازم يدوروا على صيغه، مش بقولوا بالطائفه الغاء السياسيين الطائفيه السياسيه يتفضلوا يلغوها اذا رجال. لا لبنان ما له حل هذا اللي عم ينطرح، مش قادر تتعايش، ما اصلا انت مش متعايش يعني الاطلاع بعد حدود الضاحية صوب الشرقية وشوف عالم آخر، عالمنا شيء وعالم شيء آخر، كل واحد عايش عاداته وتقاليده وإلى آخره. يعني مش عم بحكي سلبا، عم بحكي إيجابا، حتى بالعكس أنا الطرف الآخر مناطقه منظمة ومحترمة ونظيفة أكثر من عنا يعني. للأسف. طب فضيلة الشيخ، يعني اليوم برأيك حل أزمة لبنان كيف رح تتم؟ حل أزمة عقول، أول شيء لازم يغيروا عقولهم، لازم يغيروا نمط التفكير تبعهم، ولازم يفكروا بلبنان ومصالح لبنان مش بأجنداتهم الخارجية. لازم يفكروا شو بده لبنان، وين مصلحة لبنان. مصلحة لبنان إنه هذا واحد عنده 20 نايب يترك الحياة السياسية بس لينقر على الآخرين؟ مصلحة لبنان إنه هذا الفريق يتعنت أني يا بتعطوني 6 وزراء يا أما ما بخرب البلد؟ هذا عم يفكر بطريقة شخصية إلى أقصى إلى أبعد الحدود. مش مصلحة لبنان هاي. يعني بشوف قديش بينحكى على حزب الله، بشوف حزب الله بالسياسة ديناميكي أكثر منهم، على قليل بياخد وبيعطي وما بعرف شو، مع كل اعتراضي على بعض سياساته يعني، بس بشوفه ديناميكي أكثر منهم، بحاول يوجد حلول، بيتنازل عن بعض الوزارات لأجل أنه يبني شكل وزارة، بينما هن شو عم يعملوا. طيب فضيلة الشيخ، يعني اليوم نحن أمام استحقاق يلي هو الاستحقاق الرئاسي، وفي عنا سلسلة استحقاقات معينة. اليوم برأي يعني الشيخ ياسر عودي، من يصلح إلى رئاسة الجمهورية؟ سمي لي شخصية هيك برأيك بتصلح لرئاسة الجمهورية والله حضرتك بتشوفها. بصراحة ما عندي سليمان فرنجي، ما عندي بذهني أي شخصية برأيك. يعني إذا بدي أقول لك بين الرئيس سليمان فرنجي وقائد الجيش مثلا، أيا كان الرئيس الذي يريدون أن يأتوا به، شو صلاحياته؟ شو قادر يعمله؟ شو قادر يعمل؟ هو فقط عامل استقرار إذا بدك، وإذا بدهم يخربوا الاستقرار بيخربوه حتى مع وجود رئيس جمهورية. طب ألا يمكن اليوم أنه تجربة فؤاد شهاب بدنا نغير؟
فؤاد شهاب كان عنده صلاحيات. اليوم رئيس الجمهورية شو عنده صلاحيات غير التعطيل؟ ما عنده صلاحيات. بدنا نغير النظام ككل. ما مش القصة انه وقفت عند رئيس جمهورية او رئيس مجلس نيابي او رئيس وزراء، وقفت بعقلية حاكم البلد، ووقفت على نظام، هذا النظام السياسي الموجود في البلد غير صالح للسير به قدما. قبل ما اختم، لاحظت كثير خلال الحلقة وكأنك عم بتغازل حزب الله هالمرة. غازل؟ عن غير عادة. لا والله مش عم غازل حدا، انا بغازلش حدا، ما بغازل حدا ابدا. في الحق لا أغازل أحد على الإطلاق. أنا قلت ومرارا وخطاباتي واضحة إنه حزب الله هو شريك أساسي في الفساد في هذا البلد، وإذا مش إذا لم يكونوا هم يعني فاسدين فهن غطوا الفاسدين وهن مضوا للفاسدين. هذا ما وين المغازلة يعني؟ يعني النواب وزرائنا ما مضوا على سد مسيلحة وسد بلعة وسدود، ما مضوا على صفقات الكهرباء، ما مضوا على الصناديق الإعمار وصناديق الجنوب هاللي كلها فيها هدر، ما مضوا وكانوا بالوزارة ومضوا. عرفت كيف؟ وأخيرا شو عملوا؟ مين اللي رفع الدولار الجمركي؟ وزير شيعي اللي رفعه، وكلهم أخذوا قرار فيه، طلعوا لبرا قالوا معناش خبر، مرروا ما بعرف كيف، راحوا على المجلس النيابي اقروا. مين اللي اقروا؟ ثنائي الشيعي واقروا، والوزراء مئاتي والتيار اقروا الدولار الجمركي، وطلعوا لبرا قالوا ما بيمشي. واليوم الدولار الجمركي طلع من 15 صار 43، لقدام يمكن يوصلوا لل 70، ما حدا سألهم. فاللي بدي اقوله انه وقت اللي انت بتجي بتطلع بتحكي شيء وبتتصرف شيء داخل البرلمان وداخل الوزارة، معناته أنت مثلهم بنسبة. هاي مؤاخذتي أنا على وزراء ونواب حزب الله أو ثنائي الشيعة. طب فضيلة الشيخ، يعني بنهاية هذه الحلقة بدي أطلب من حضرتك تطلع بكاميرتك وتوجه رسالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. شو الرسالة اللي بتوجه له إياها؟ شو بدي وجه؟ يعني بدي مرارا صرت موجه رسائل وقايل أنه يجب أن نلتفت إلى هذا الشعب أكثر، يجب أن نلتفت إلى هؤلاء الناس أكثر، يجب أن نسعى بكل قوتنا جاهدين إلى أن نتعايش مع بعضنا، يجب أن لا نرفع السقف كثيرا في خطاباتنا التي يمكن أن تؤدي إلى يعني إلى نزعات وفرقة طائفية، يجب أن نعيش التسامح والتساهل في كثير من القضايا. يجب شو بدي اقول؟ ولا الشعب اللبناني؟ اي شعب لبناني يلي بعده عم يسمعك؟ الشعب اللبناني في قسم منه احييه كثيرا من كل الطوائف، لانه يعيش حريته في رايه وفي انسانيته، ولكنه مغلوب على امره، غير قادر ان يفعل اي شيء. برجع بقول له للشعب اللبناني للمره الالف، مع اني من زمان وانا بصرخ وبعيط من قبل الانهيار وأنا بحذر ولازلت، فبقول له للشعب اللبناني بس تجيك فرصة للتغيير حاول أنك تستغل هاي الفرصة للتغيير. أي قوة لا تستطيع أن تقف أمام إرادة الشعوب. فضيلة الشيخ، أنا بدي أشكرك على هذه المقابلة. شكرا لك. الله يبارك فيك. متابعينا الكرام، إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، تصبحون على ألف خير.